أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة، وما تجسده من دعم لمواصلة تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. ونوه سموه حفظه الله لدى لقائه بقصر القضيبية سعادة السيد جاستن سيبرل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، وسعادة السيد ويليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى البحرين. نوه سموه بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها للإسهام في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ودعم فرص السلام فيها. وخلال اللقاء تم استعراض الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.